برئاسة سودانية بدأت بقصر الأمم المتحدة بجنيف أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لشؤون الأقليات التابع لمجلس حقوق الإنسان تحت شعار شباب الأقليات نحو مجتمعات شاملة ومتنوعة، والذي يترأسه ممثل السودان والمجموعة الإفريقية الأستاذ طارق الكردي. انطلقت صباح اليوم الخميس ب المقر الرئيسي أو المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف أعمال المنتدى العاشر لشؤون الأقليات في العالم، وكانت الجلسة الافتتاحية محضورة من قبل الدول والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والأمم المتحدة. شارك في الجلسة الافتتاحية كل من ممثل للأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص لشؤون الأقليات ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان، وكل أدلى بدلوه حول الموضوع المطروح وهو موضوع الشباب وكيفية إدماج شباب الأقليات في المجتمعات وتوفير التعليم والصحة والعمل لهؤلاء الشباب. تشارك أيضا مجموعات شبابية من مختلف أنحاء العالم. رئيس المؤتمر الأخ طارق الكردي الذي تم ترشيحه من قبل السودان، ثم اعتمدت المجموعة الأفريقية، ثم بعد ذلك أصبح هو المرشح لهذا المؤتمر الهام. ألقى بخطاب مطول تعرض فيه لأهداف هذا المؤتمر ولماذا التركيز على الشباب. قرر مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي اختيار مرشح السودان والمجموعة الإفريقية رئيسا لهذا المؤتمر الهام الذي يترأسه السودان لأول مرة في تاريخه. وقال الأستاذ طارق الكردي رئيس المؤتمر في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن المؤتمر يناقش قضايا الشباب وشباب الأقليات في العالم، مشيرا إلى أن السودان يعد أحد الدول الشابة في القارة الإفريقية لما يتمتع به من ثروة شبابية تساعده في بناء المستقبل. أنا سعيد اليوم أن أمثل السودان في رئاسة هذا المؤتمر العالمي الهام الذي يعد من أهم المؤتمرات، حيث أنه يتناول قضية من أهم قضايا حقوق الإنسان وهي حقوق الأقليات. ويسعدني أن السودان شارك مشاركة فعالة وشارك بأحد المهتمين في حقوق الإنسان في السودان. أنا أعتقد هذه نقلة نوعية في علاقة السودان بالمجتمع الدولي، وهذه عودة ميمونة إن شاء الله للمجتمع الدولي، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه مفوضية حقوق الإنسان في قرار الأخير بأن الوضع وضع حقوق الإنسان في السودان في تحسن مستمر، وهذه ثقة كبيرة يجب أن نبني عليها، ويجب علينا جميعا في كل الأطر في كل المجالات أن ندعم هذا التوجه وندعم الوجود السوداني في المؤتمرات العالمية وفي المجتمع الدولي، ونحن أهل لذلك، وشكرا. من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف إن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر تعد نجاحا مبكرا للمؤتمر لأهميتها التي تخدم قضايا الشباب وشباب الأقليات في العالم، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به رئيس المؤتمر ولقاءاته بالمجموعات المختلفة مبكرا للعمل على إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوصيات تعالج قضايا شباب الأقليات وتعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان. هذا المؤتمر يشكل حلقة من سلسلة تعني بحقوق الأقليات، ولكن موضوع حقوق الأقليات إنه متشعب ومعقد جدا، ويجب الحذر من هذه التسمية، لأن في مواثيق الأمم المتحدة وخاصة في العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية توجد مادة خاصة بحقوق الأقليات إن كانت دينية أو إثنية أو غيرها في الدول المتعددة التكوينات والشرائح فيها في مواطنها. مشاركة ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي منظمات الأمم المتحدة والصحافة الدولية ومنظمات المجتمع جعلت من هذا المؤتمر مؤتمرا دوليا متميزا. مؤتمر دولي حول الشباب وحقوق الإنسان برئاسة سودانية.
هذا يؤكد أن السودان استعاد موقعه في الساحة الدولية. طه يوسف حسن، تلفزيون السودان، الأمم المتحدة، جنيف.